انا مش عايز فلوس، انا عايز فتي الشاورما. انا مش شحيت والله، خلي بالك. خالد بعد اذنك كتر شاورما بالله عليك يا خالد. طبعا كلنا بنقابل مواقف زي دي كتير، بس انا غيرت السيستم خالص. خدت وقلت له يا باشا تعالى كده اطلع معايا، انا قاعد انا واصحابي هقعدك قاعده ايه من الوعد. يقول لي انا مش شحات، انا نفسي في شاورما هي اللي ريحتها حلوه. المهم استغرب وبتاع وما كانش عايز يجي معايا بعد كلام كتير. اخدته وطلعنا لاصحابي، وهوب من هنا نزل على الترابيزه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، اكن اول مره اشوف اكل في حياته. بس الحلو ان هو ما كلفنيش اصلا اي حاجه، لان كل العرض ده كان بفلوس قليله جدا يا جماعه. ولان خاطر دمشقيه كده كده جامده، فانا جايب لك بقى عروض اجمل. هتقول لي يا خلود ما الفراخ والشاورما موجودين في كل حته، اقول لك لا يا باشا، الناس دي في حته تانية بجد. ويا بختك بقى لو عندك شله حلوه، يعني عندك ده ب 150 جنيه بصوا كام سندوتش وكام فته، بص الدلع. وارجع اقول لك اديني سبب واحد ما يخلكش تجرب خاطر دمشقيه. بص يا جماعه العروض عامله ازاي. هات لي منافس في السوق كده بيعمل شاورما جامده سوري بالطريقه دي، وكل يوم بيعمل عروض غير التانيه. كفايه الفيو بتاعه. وعشان بتوع القاهره اللي بيجوا صد رد، فهم عملوا له شاورما صدق، ودي لاول مره في اسكندريه حد يعملها، وانا كاول مره اجربها. طعمها غريبه يا جماعه، ما احكي لك عنها فهي صعبه تتوصف. هي عامله كده زي ايه، حاجه زي الشيبسي الكباب المتبقى. ميكس غريب كده صعب اوصفهولك. وانا جاي اقول لك ان افضل فراخ كلتها في حياتي كانت عند خاطر دمشقيه. وبالنسبه للدليفري بيوصل لاي حته انت عايزها، وكمان مكانه ما يتوهش قدام نفق سبورتنج على طول. وبالنسبه للصاله بتاعتهم فيها جامده جدا، للتصوير بقى، للمرجيحه، للقعده، المكان رايق قوي. واحلى حاجه عجبتني ان عندهم مصله هناك، ودي حاجه نادره قوي حد يهتم بيها، لان الديتيلز دي مهمه جدا يا جماعه. وبالنسبه لجوده الاكل فكانت جباره. عاش عاش عاش، الله ينور خاطر دمشقيه. ولان عندهم زحمه على طول، فالاكل كل يوم بيتعمل طازه بطازه. اكتر حاجه استغربتها بقى ان هم عندهم فرن. متخيلين يا جماعه؟ لا مش فرن الفراخ، لا لا لا، ولا فرن الشاورما، فرن العيش. انت متخيل يعني ايه الفرن بيطلع لك العيش طازه؟ هتقول لي انت سايب الترابيزه دي كلها ومركز في العيش؟ اقول لك معلش يا سيدي، انا بركز في الديتيلز البسيطه. عرفت ليه يا جماعه انا بدات الفيديو قلت لك اديني سبب ما يخليكش تجرب المكان ده؟ المكان ده يا جماعه في حته ثانيه بجد، اجواء عالميه 100%. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك الحلو. ايه رايك في الاكل يا ريس؟ حلو جامد بجد. الو ايوه حياتي. لا انا بتغدى كده مع اصحابي وجاي. لا لا اوكي، لا لا باي باي يا حياتي باي. انت معاك 14 برومات. اه اسحاجه. شكرا جدا على الزوم. شكرا باي يا فندم. شكرا، السلام عليكم.